محسن يزور يهيئ الان كره فرصه فرصه ممتاز 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 الحافظي الحافظي يسجل مباراه ماشي سهله مباراه ماشي سهله كان بناء محكم وجيد محسن يزور هيئ الكره قلت بانه يمكن انه العناصر المغربيه انها تسجل التعادل اذا جميره كيرفع الكره بطريقه جميله والحافظي يسجل مباراة صعبة ومباراة متكافئة يعني كيف ما نقول لما كيكون التكافؤ كتصعب المباراة الشوط الأول للمنتخب التونسي والشوط الثاني إن شاء الله للمنتخب المغربي لا أعتقد كان هناك خطأ ولكن هي مباراة